المنتخب الكوري دائما يلعب في الجهة اللي فوق الجهة اليمنى ويدخل من العمق، ونلعب من الجهة اليسرى تحت لعب كرات عرضية عالية. يعني عمره ما يلعب كرات عرضية عالية من الجهة اليمين، دائما يدخل من العمق واللي جاي من الخلف. ونيا على الجهة اليسار، انا اتوقع الباك او الباك اليمين الكويتي لازم يخلي في باله انه راح يرفع، نادرا ما يلعب تحت. يظهر الان صاحب القميص رقم 18 مهاجم، اعتدنا ان نشاهده وكان احد المهاجمين في مباراة الاولى وكان صاحب هدف لقد حقق المباراة. المنتخب الكوري دائما يلعب في الجهة اللي فوق الجهة اليمنى ويدخل من العمق، ونلعب من الجهة اليسرى تحت لعب كرات عرضية عالية. يعني عمره ما يلعب كرات عرضية عالية من الجهة اليمين، دائما يدخل من العمق واللي جاي من الخلف. ونيا على الجهة اليسار، انا اتوقع الباك او الباك اليمين الكويتي لازم يخلي في باله انه راح يرفع، نادرا ما يلعب تحت. كما يودع وزيرك وخيفن وزيرك وخيفن، هذا هو حال الكرة. يا كان أيامها وأيام الصولات والجولات. الآن السيدة كوريا الجنوبية، السيدة كوريا الجنوبية حقيقة تتسيد آسيا في الذهاب إلى المونديال، ولا زالت أعمالها مستمرة.